صباح الخير عليكم، نتمنى جميع المشاهدين يكونوا على خير وبخير. نهار جديد الحمد لله، ليس الموضوع على خير وعلى بخير. انسان اي صباح من تينوض يقول الحمد لله على ربي اللي فقنا على خير وصحيحتنا، والحمد لله ونشكره. مشيت هذا الصباح تقديت وقلت علاش لا نشارك معكم شي مشتريات. هذا الصباح انا عندي واحد الخريجه غادي نخرج ان شاء الله للغابه، وكانوا خاصني شي مشتريات، وطلعت للكافور مشيت خديت شي مشتريات غادي نحتاجهم من الخريجه، وفي نفس الوقت انني تقديت شي حوايج كانوا ناقصيني وغادي يعجبوكم شي حوايج خديتهم. خليكم الى اخر الفيديو باش تشوفوا المشتريات اللي خديت اللي خاصني الصراحه بالغابه، شي حويجات اللي يعني كانوا خاصني انا خرجت خديتهم. كيف ما شفتوا هنايا خرجت خديت لي باكيط ولي بتي بان الفطور، تعجبوني لي بتي بان ديال لي سوبر مارشي تيكونوا رائعين وبنانين. وخديت لي همبرغر، انا من العشاق لي همبرغر، عزيزين عليا، خبزت لي همبرغر يعني غداء خفيف وسريع او العشاء خفيف وسريع. يعني تنكون بعد مرتش من الخدمه متصايبه لا غدي ولا حتى شي حاجه، يعني تيجيني ساهل تنقلي كفيته وتنعمر لي همبرغر وتنكونوا حنا مغديين. وخديت كذلك انا عندي لي صوصيس، كيف ما شفتوا لي صوصيس ديال لادان تعجبوني بالاعشاب، تيجيو رائعين حتى هما معمرين في لي بانيني مع شويه ديال لي فخوماج. ديجا صراحه البنات في رمضان دابا ان شاء الله الا خديتو فاكثريه تنستعملوا بزاف الفرماج الاحمر، يعني اي بيت تيستعمل فرماج احمر الحكم ان تيولي كثيروا الحشوات، يعني تيولوا نعمروا بزاف التعامرات هكذا خبيزات بريوات اي حاجه. خذوا كره من المرجان اولا من الكافور ولا كل وحده من تتقدى، وخليهم هما يغبيوها، هما اللي طحنوها لك يعني يحكوها لك، ما تغبيهاش انت، تيجيو حتى دوك الشرائح ديالهم طوالين وزوينين. وميم لا بغيتيهم دايرين ليهم برجر تيجيو رائعين، ديرهم لك دايرين ويديرهم لك هكا غبي، تيجيو زوينين، عندهم الماكينه رائعه، راه تيجيو رائعين. يعني كحكم التجربه ديالي انا دابا هذه كره خديتها كامله قديتها وخشيتها في الكونجيلاتور، يعني فيما تنحتاج تنجبد تنخدم بها تجي احسن احسن من الدار، ما تبقاي عاد تجبدي الحكاكه وتبقاي تحكي هكا، لا من الاحسن هكاك. هنايا خديت القشطه الطريه والفرماج وشويه ديال الكاشير وديال لانشون، واخا انا ما عنديش معاهم مي راجلي عزيز عليا هذا الشيء، والشوكولا نوتيلا عزيز عليا، انا احسن شوكولا في الفطور هي نوتيلا، لذيذه وبنينه تجي رائعه في الفطور. وبالنسبه اي حاجه خديتها الصراحه دايرين فيهم بحال الكونتيتي بزايده تكون شويه ناقصه، بحال هذه باكيه ديال بالنسبه للاثمنه وصق، ما نقول لكمش كيف دايره ديما، يعني راه شي حاجه طالعه، يعني اي حاجه خدينا تبارك الله ماشي تزاد شي زياده كثيره بزاف. بحال دوك القهوه، بحال هكا خد القهوه سمر خديتها نسكافي دايره شي 62 مع وحده صغيره، والحليب حتى هو زادوا فيه بزاف، يعني مشتريات ما نقول لكمش، يعني الله يحسن العوان الناس. وهاد الكيتشوب اللي شفنا البنات حطيتو راه رائع رائع بزاف، احسن من مشات لي الكيتشوب الاخرين العاديين، راه هذاك فيه شويه ديال صابانيغ مع الثوم، رائع بنين ولذيذ. وبالنسبه لهاد المعطر هذا ديال الحوايج هو من احسن المعطرات اللي جربت، عرفتي عييت من نجرب في المعطرات، ما حتى شي معطر ديال الملابس اللي زوين تبقى ريحته صوف هذا، غزال غزال غزال، جربوها البنات وردوا عليا، راه عرفتي الرائحه ديالو ولا اي حاجه زوينه تبقى الريحه ديالو زوينه، جربوه راه زوين. بالنسبه للتمويل هادشي اللي كنت خديت، خديت شي حاجه اللي كانت ناقصاني، هذا كذلك انا تناخذ هاد شامبوان زوين التخا دو زوين للشعر ديال لافوكا، في كونتيتي كثيره حتى هو داير بشي 44 مع 41 درهم، ما عقلتش على البخي بالضبط. بالنسبه للمنظف ديال الوجه تنستعمل انا هاد هيمالايا زوينه، راه رائعه، غسول تنظيف ديال البشره وفيه بحال الحبيبات تيقشر زوين. انا ولت نستعمل صح تنقي تنغسل، من الاحسن دابا في البرد تنستعملش الصابون يعني فيه ريحه ولا شي حاجه، هاد المنظفات لي جيل زوينين ما تيخليوش القشره في الوجه وتيخليو البشره ناعمه، يعني المنظفات اللي نستعمل انا يعني كنصيحه لاي واحد الا كان بغى ياخذها. بالنسبه لهاد وهاد دامتي ديال الزعفران تنحتاجو حتى هو، ودامتي ديال السمينه زوينه للحراير تعجبوني، هاد لي دامتي هكا خصوصا في لي سوب تيطلق واحد البنه رائعه. والحاجه المميزه اللي خديت من هاد التقديه هما هاد لي طبيصلات ومعهم لي فورشيط والميسات،
ولي غوبلي ديالهم ديال البلاستيك خديتهم للخريجه اللي غادي نخرج اليوم، غادي نمشيو لافوري مع ماما وصحاباتها وفهد، وخديت معاهم هاد لوساك واحد رائعين، هادوك الطبيصلات والكويسات بالنسبه للخراجات بثمن رخيص، خديتهم ب 30 درهم، باك فيه 4 وواحد اخر فيه 4 كذلك. وهذه واحد الصوص ديال الصوجا حتى هي غادي نخدم بها، غنوريكم شنو غادي نحضر ان شاء الله، شنو غادي نحضر ان شاء الله الخريجه اللي خارجين اليوم. ما هذا واحد بوطا فيها الاعشاب منسمات هكا تستعمليهم في الصوص في الدجاج في اي حاجه زوينه، فيها جميع الاعشاب، فيها ورق سيدنا موسى وفيها الزعتر وفيها ازير وفيها داكشي زوين ملسم ومنقي ومقاد، يعني تتجبديه وتديري هكا تتنسمي بها بصح حوايج الحوت وتسويها في شرموله ديال الدجاج، اي حاجه بغيتيها تنسميها زوينه. وبالنسبه للشعريه ديال الصينيه اللي شاركت معكم كذلك، كتبقاو تاخذوا الشعريه هذه ديال الروز، هي احسن شعريه صينيه. هادو هما المشتريات اللي خديت، ومنهم هاد لاناب هذا خديته خاصه الصراحه لسالا مونجي ديال لا كويزين عندي، هما وهاد لي بسيكوسان هكا ديال لي شيز ديال لا طاب ديال سالا مونجي، وانا غادي نستعملهم ان شاء الله دابا في الخريجه، يعني خارجه وجاتني فكره انني نهاد طابي هذا هذاك لاناب نستعملوه هكا في الارض في الخريجه، وهاد لي بسيكوسان هاد المخده الصغيرين هكا اللي بغى يجلس عليهم. بالنسبه للغدا اللي غادي نوجدوه ان شاء الله الخريجه، هنا عندي دجاجه غسلتها، كانت عندي ديجا في الكونجيلاتور، جبتها وصيفتها للسيد اللي يقطع الدجاج اللي تبيع الدجاج، قطع لي تقطيعه ديال الشوايه، كيف ما شفتوا شفتوا كيفاش قطع لي الدجاجه تقطيعه رائعه خاصه ديال الشوا. هاد الدجاجه هادي الا بغيتي ديريها خصوصا في المجمر، يعني خصهم يكونوا طريفات صغار باش يدخل الطياب، كيف ما تنعرفوا ان الشوايه ضروري خصك تستعملي غير دجاج صغير، انا كانت دجاجه كبيره يعني هي اللي درت في الخريجه. بالنسبه للشرموله غادي نحتاجو، غندير واحد الشرموله رائعه للدجاجه ديالي، عندي هنا واحد 4 فصوص ديال الثومه، عندي ليمون طاخت، عندي شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الابزار، شويه ديال المليحه، شويه ديال الكركم، وعندي هنا واحد ياغورت مسوس، وهذيك الصوص اللي غادي نستعمل، وهاد المنسمات اعشاب منسمه، وشويه ديال الزيت البلديه. هنا غادي ندير واحد الصلصه الماريني فيها الدجاج ديالي، شويه القزبر والمعدنوس، واحد الصلصه رائعه رائعه، تبعوها البنات تيجي الدجاج غزال غزال غزال، غتجربوه غترحموا عليها الوالدين ديالي، عرفتي رائعه هاد الصلصه اللي درت صايبتها وديتها، عرفتي البنات حماقوا عليها في الغابه، صلصه رائعه، وبالخصوص لمارينيتي الدجاج وخليتيه يهبط فيها، عرفتي الدجاج كي واخا تكون عندك دجاجه كبيره تجي تتفر تديرها فوق المجمر تاكلي داك الدجاجه تخشي فمك تجي غير قطقزها بيدك تجي الدجاجه فتيه، ابار اننا تنغسلوها وتكون بايته راه نورمال غادي تجي هكاك، ولكن الا درتي هاد الشيء اللي قلت لك، هاد تبعي الخلطه هذه اللي غادي نعطيك دابا باش تمارني الدجاج ديالك تجي رائعه رائعه الصراحه. وبالنسبه للدجاج ديال المشاوي ضروري خصك تكون دجاج صغير، يعني عندي كما قلت لكم كانت عندي دجاجه كبيره هي اللي استعملت، مي التقطيعه راه ساعدتني، والشرموله بالخصوص. هنا عندي فصوص ديال الثوم مع شويه ديال القزبر ومعدنوس، غادي نضيف هنايا شويه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال سكينجبير حسب الكميه ديال الدجاج، يعني ما غاديش تقيدوا بالمقياس ديالي، كل واحد والكميه ديال الدجاج ديالو، واش دار بزاف زيدي على حسب المقدار ديال الدجاج اللي عندك، عندك الدجاج بكثار غدير مقادير زايدين، عندك الدجاج على قدو غادي ديري كل حاجه على قدها. هنا درت الكركم وغادي نديرو نضيفو شويه ديال لاصوص الصوجا، الا ما عندكش ممكن تصنعي لي غديري غير الحامض، الحامض هكا تعصريه، انا تعجبني داك الحموضه اللي عندنا في الصوص الصوجا تجي رائعه. وهنا عندي ياغورت طبيعي، هو السر ديال هاد الصلصه اللي غادي نمارينيو فيها الدجاج ديالنا الصراحه، هو هاد السر ديالها هو هذاك الياغورت الطبيعي مع المنسمات ومع صوص الصوجا تيجيو رائعين، كيف ما قلت لكم المنسمات راهما رائعين، فيهم الزعتر وازير وورقة سيدنا موسى وزعيطرة، تيجيو بنين ولذيذين. وهنا غادي نزيد شوية ديال الصوص الصوجا، وغادي نطحن هاد المكونات كاملين، غادي نطحنهم ميكسيهم في شي هاشواغ ولا ميكسور ولا مولينيكس، اي حاجة عندك في الدار ممكن تطحني فيها هاد التوابل كاملين باش يجيو تي الخليط كله تيتمازج مع بعضو. شويه ديال الموطاخت، هنايا درت واحد تقريبا معلقه كبيره ديال الموطاخت، حتى هو تيكون السر ديال البنه ديال الدجاج،
وزيت البلديه اكيد باش هذيك الخلطه تجي هكا مليحه ما تجيش خلطه ناشفه باش تصيرش الدجاج تجي هكا ناشفه. ودابا غادي نطحن هذا الشيء كامل نطحنو مزيان. بس بعد ما نطحنوه نديروه في شي بول ونعرينيو الدجاج ديالنا. هو من الاحسن كيف ما قلت لكم في اول فيديو ان الدجاج يعني تمارينا وخدمي به، الا ما كانش عندك الوقت مارينيه وخليه واحد ساعه المكانه بس ياخذ حقه في الشرموله. ما تجيش تماريني وتبداي تشويه او تشي في الفران دقيقتين واحده، ممكن دير هاد الماريج حتى الفران، ماشي ضروري يكون عندك الشوايه اولا. حنا غادي نشوي هادشي ان شاء الله في الطبيعه على مجمار وعلى فخار يعني على برا على الطبيعه على الجو نغيروا شويه النفسيه. الصراحه توحشنا الغابه، شحال هادي محرومين منها من ايام يعني كورونا وداك الشيء ما خرجناش. الصراحه انا شحال ما خرجت ما مشيتش للغابه، كنت فرحانه هاد الخريجه هادي والله الا شحال من حاجه كانت خاصاني ما عنديش ديال الخريجات هكا هي اللي مشيت تقديت خديت شي حوايج. مهم دابا ان شاء الله جايه وقيته الخريجات وقيته ديال الطبيعه، الواحد يتقدى داك الشيء اللي خاصو ويمشي للطبيعه. دابا الجو غادي زيان تبارك الله مع الشتيوة وهذا ولات الدنيا خضراء غير ديال الخروج والطبيعه. الصراحه تحيد الطاقه السلبيه وتتفوجي فيها ملي تمشي، خصك تمشي مع الحباب والناس العزاز تمشي غير تفوجي وتشبعي غير ضحك ونشاط. وخصوصا الغابه، حنا عندنا غابه الدندون راه ما شاء الله بحال شي موسم، فيها فيها السوق فيها اي حاجه احتاجيتها. ممكن ما ديش الماكله تلقاي الماكله كامله في الغابه. كيف ما شفتوا هنا مارينيت الدجاج ديالي ودرته في واحد البول غادي نخشيه ان شاء الله حتى الغدا باذن الله. وهنا غادي نوجد واحد خطيره غادي نرافقها مع الدجاج ديالي بالفيرميسيل. كيف ما قلت لكم احسن شعريه هي هذه، ما تاخذوش هذيك الاخرى. عرفتوني علاش نهضر؟ انا ما تنديرش اشهار، مي اي حاجه تنجربها تعجبني تكون مزيانه نقولها لكم في اي فيديو. الشعريه الاخرى اللي ما زويناش هذه ديال الرز هي احسن شعريه تقدروا تستعملوها، يعني راه من الارز الشعريه اللي زويونه وتعجبني حتى في الماكله رائعه. هنا شلطت واحد البصيله وذوبت واحد شويه الزبده ورميت عليها داك البصيله. وهنا قطعت بالنسبه لهاد الشعريه غندير معها انا الخضره اللي عندي. ممكن ديري اي حاجه عندك في الدار تجي رائعه. هاد الفيرميسي تترافقيها، ما غاديش نعمر، ماشي تعمر بها الدجاج، غير غادي نصايبها وغادي نحطها كمقبلات. هنا بالنسبه للتوابل درت شويه البزار شويه الملحه وشويه ديال لاصوص. وهنا درت فليفلات كانوا مقطعين كيف ما شفتوا عندي، كانوا عندي مليونين بالصفيفر وبالخضيره وبالحمام كانوا مقطعين عندي في الكونجيلاتور. درت واحد جوج معالق كبار ديال الفلفله وخيزو، درت جوج خيزوات حكيتهم مع بصيله مشرمله. ومن بعد ما درت لهم في الماء سخون وقطعت شي شويه الفيرميسيل رميتها على داك الخضر والشحره حتى تجي رائعه البنات بنينه مرافقه للدجاج ديالك، تجي رائعه رائعه في الخريجه. وانا وجدت واحد الكيكه سريعه، كيكه عاديه بالسيترون تجي رائعه بنينه بالشوكولا، وجدت سريعه الى عجبتكم دابا نشاركها معكم ان شاء الله في تيك توك. دخلوا عندي تيك توك البنات اللي بغا يشوف وصفات سريعين، عندي حاطه بزاف الوصفات زوينين وسريعين يعني مقادير كل شيء سريع. كيف ما تعرفوا حنا ولينا في زعما في عصر السرعه، ما بقيناش ما عندناش الصبر باش نتفرجوا فيديو كامل. المهم دابا نحط لكم هاد الكيك بالتفاصيل ديالها في تيك توك ان شاء الله. هنا وجدت كيكه ودرت عليها شويه ديال البوافو ودرت معها الشوكولا. وهنا خرجنا هذا الكتاكيت ديال فهد، خرجنا عجبو الحال، شحال فرح اول مره تيشوف الغابه وتيكتشف الغابه وتيشوف هذا الجو هذا وجلس على برا. خرجنا خريجه زوينه فوجنا الصراحه، شفتوا شوفوا الطبيعه كيف دايره رائعه. باقي ما نضلش ربيع من الجو زويون الجو الناس خارجين الصراحه في وجهنا. وهذا الدجاج اللي كل واحد شنو جاب شنو كل واحد الامكانيات ديالو كل واحد شنو جاب تعطينا هذا الجو كانت لقصه رائعه. ماشي ضروري الاكل، ضروري هو داك اللي تستوجبوا ونجمعوا الطاقه الايجابيه من بعد اسبوع ديال المشقه وديال الخدمه وديال الروتين وديال الستريس ديال الطريق وديال اي حاجه. ضروري الواحد يخرج شي شويه، يخرج من الناس شيء مرتاح.
مع البنات ومع الحباب، دوزنا نهار زوين، تغدينا، درنا البوطيط، سالينا، مشينا كيفما قلت لكم انا غنبدلو ندير فيها واحد السوق بحال تقول الموسم، السوق فيه كلشي، فيه الخضار، فيه الحوايج، فيه فين يلعبوا الاطفال، الصراحه فوجنا هذا هو الدجاج ديالي، ها هو تيتسوى على المجابر كيفما قلت لكم جابني حتى الناس من داخل. الدجاج رائع، هذاك المارينات اللي درتي ليه شمولة ديال البيوتي عجبهم، عجبهم الصراحة، جربوه الضيوف في الكومنتات. وهذا الفينيكيش ديالي ولدي فيه عجبو الحال، فرحان شاف لي زونفو، فرحان معاهم. وهذه كليسة، هذا هو نمط اللي خديت لك كيفما قلت لكم، وهذا كليسات اللي خديت مع البوبلي لي فورشيت والمنسات ديالهم حطيناهم. تيجيو رائعين في الجمعة وتيتهرسو لك الحويجات ديالك، معناتك المهم تيجي داكشي زوين. حويجات ديال الخروج هكا تقدري تستعمليهم في لابلاج أو في لافوغي، يعني فين ما مشيتي تقدري تستعملي هاد المعنات هادو يصلحو لك. مامي إوا تغدينا، تسالينا، تمشينا، ضحكنا، وفوجنا، وفي العشية وجدنا كوتي، جبت أنا القهوة، وجبت الكيك اللي وجدت أنا، وكل واحد شنو جاب. هاد الحريشة هادي بالضبط صايبوها في الغابة، جات حريشة رائعة وبنينة طيبة غير على العواد. إوا الحمد لله فوجنا، نتمنى تعجبكم الخريجة ديال اليوم، ونتمنى أن الفيديوهات اللي تنحطو أنكم تستافدو منهم. أي حاجة نحطوها شي كلشي واحد يستافد من واحد، ونجمعو شوية الطاقة ديال الإيجابية مع كل واحد. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسونا باللايك وبالرسائل الجميلة ديالكم، وبالصحة والراحة. شكرا لمتابعة القناة، لالا خديجة بيوتي.